السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة وضحى السعيد. حبيت أقدم نصائح لمرضى القلب المتوجهين للحج السنة. أولاً يتأكدون أن حالتهم مستقرة مع طبيبهم المعالج، وأنه يكون معاهم أدويتهم ويلتزمون فيها ويأخذونها بالوقت. رقم اثنين، في حالة الإجهاد الشديد ممكن أنهم يستخدمون الكراسي المتحركة في مثل المناسك مثل الطواف والسعي. وإذا حسوا في ألم شديد بالصدر يتوجهون إلى أقرب عيادة صحية. نتمنى لكم موسم حج آمن وصحي.